في تطور جديد يعود الحراك الجنوبي إلى واجهة الأحداث بعد دعوته للآلاف في المحافظات الجنوبية للنزول إلى الشارع للمشاركة في فعالية جماهيرية ترفض إقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي. الحراك الذي تأسس قبل نحو 10 سنوات من عدد من القوى والفصائل الجنوبية سعى منذ بداياته ومن خلال العديد من المسيرات والاحتجاجات السلمية إلى المطالبة بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية. الفعالية التي أطلق عليها اسم إعلان عدن التاريخي تأتي في ظل توتر عسكري وسياسي تشهد العاصمة المؤقتة بعد قرارات الرئيس هادي الأخيرة التي أقالت المحافظ عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بوريك، وهي قرارات يراها أنصار الحراك أنها تسعى إلى إعادة قوى استحوذت في الماضي على القرار في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، وأن الهدف منها وأد قضية استقلال جنوب البلاد. بانتظار ما سينتج عنه تجمع ما يسمى بإعلان عدن التاريخي، لا تزال الانقسامات التي يعاني منها الحراك الجنوبي مثار قلق وتساؤلات عدة إذا أما قد يحدث في وقت يخشى فيه أن تؤدي هذه الانقسامات إلى توسيع دائرة الخلاف في العاصمة المؤقتة.